مختلف مكونات المجتمع الإريتري الذي ظل يعيش عبر التاريخ متجانسا ومتعاونا وفي جو من الود والوئام والاحترام المتبادل. علينا أن ننتبه جيدا للأهداف الخبيثة للحملات المشينة لهذا النظام حتى لا نحرف شعبنا المناضل على أهدافه الوطنية الحقيقية. ومن ثم نعرض سيادتنا الوطنية التي تحققت بفضل نضالات أجيال من الأبطال إلى أي مخاطر. وعلى العكس من ذلك فإن الظرف الحالي يحتم علينا العمل بإخلاص وتفاني من أجل تمتين وحدتنا وتقوية عزائمنا وإصرارنا على مواصلة النضال ضد هذا النظام الذي يحاول يائسا أن يقضي على الأخضر واليابس بعد أن شعر بدنو أمد حكمه. وفي هذا السياق نود أن نشير إلى أننا يمكننا مواجهة توجهات النظام المسخورة من خلال التأكيد على وحدة إريتريا مع احترام انتماءاتنا الدينية والسياسية المتعددة، وكذلك من خلال العمل على إقامة جمعية إريترية واحدة في السويد تتصدى لمهمة تأطير جهودنا المشتركة لمواجهة سياسات نظام الجبهة الشعبية والتمكن من تصعيد نضالاتنا العاجلة. وليس من المبالغة في شيء أن نؤكد على أن هذا الأمر لا يتحمل التأخير مطلقا، فالأوضاع في البلاد تفرض علينا إسراع الخطى باتجاه جعل الحلم واقعا في أقرب وقت ممكن. ولا شك لأن عملنا الواحد من أجل العدالة في هذه المرحلة هو بالتأكيد ضمانة وتأكيدا على أننا مؤهلون لبناء نظام مستقر على أنقاض النظام الدكتاتوري. في الختام نجدد لكم التحية أيها المناضلون الأبطال، وسوف تتواصل فعاليات هذه التظاهرة بالاستماع إلى كلمات قصيرة من بعض المشاركين فيها. السقوط لنظام الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة هدف، النصر لنضال شعبنا من أجل العدالة والسلام لشعبنا، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وشكراً.